الايطالي ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر قال لي يمكن قبل دقائق على شاشه النادي الاهلي ماتشات او مباريات تكسب ولا تلعب، كان تعليقا على مواجهه امبارح حقيقه جمعت بين اسبانيا وايطاليا، وكم من الماتشات الحقيقه اللي اتلعبت في البطوله دي بتقول انه لغه الارقام واسماء اللاعبين والتاريخ والانجازات والبطولات وترشيحات ما قبل البطوله لا وزن لها، وان الماتشات بتتلعب 90 دقيقه على ارض الملعب بين 11 و11. دي النتيجة الحقيقة اللي تأكد ان كرة القدم كرة مجنونة او رياضة مجنونة، ووارد جدا جدا انها تكتمل في جنونها وعبقريتها وتوصل لنا مثلا الدنمارك فيكون نهائي بطولة اليورو 2020 بين الدنمارك وايطاليا، فرقتين ما كانوش على البال ولا على الخاطر. ده رأيي الشخصي، هل رأي دكتور وليد الحديدي هيضيفنا النهارده في السادسة هيكون نفس الرأي ولا ليه رأي تاني؟ ده اللي هنعرفه منه دلوقتي طبعا، بس بعد ما نرحب بيه. ازيك يا دكتور وليد؟ مساء الفل استاذ احمد، منور الدنيا. انت اللي منور الدنيا. مبسوط انت طبعا، ويعني جاي النهارده وانت ايه شاحن بطارياتك ايطاليا في النهائي. اولا يعني اول من اخبركم الفقره العالميه مع بعض، قلنا ايطاليا مرشح قوي للصعود للمباراه النهائيه، وقلنا ان منتخب ايطاليا منتخب مختلف هذه النسخه، وانه عنده حظوظ كبيره في الصعود، مش مجرد اماني ومش مجرد تكهنات لا تستند الى منطق، لكن بالمنطق وبالفنيات وبالمقدمات كانت هذه التوالي، وصعود ايطاليا كان صعود مستحق تماما للمباراه النهائيه. بس خليني قبل يعني ما نسترسل في الكلام، يعني احييك واحيي اسره الاعداد واسره البرنامج على اللقاء الحصري مع ماركو روسي، لان ده سبق محترم جدا للبرنامج والقناه الاهلي، وانا استمتعت الحقيقه بالحوار، وبحييك على اداره الحوار كمان. وانا شخصيا يعني كمتابع او كصحفي استمتعت بادائه في البطوله، اداؤه الفني، وتعاطفت جدا، واعتقد مصريين كتير ومتابعين كتير تعاطفوا مع منتخب المجر اللي قدم بطوله محترمه. وماركو روسي تحديدا اعتقد في كلاس المدربين هينتقل لمرحله مختلفه تماما. هو بعد نهايه اليوم مع المجر، خصوصا مع منتخبات كبيره زي فرنسا والمانيا، يعني اعتقد عروض يمكن كنت بساله حتى كنت يعني تتمنى، وبيتهيالي المجر لو كانت في مجموعه ثانيه غير كان ممكن يبقى حظوظها او فرصها كبيره في انها تتاهل للادوار الاقصائيه بعد كده. انا عايز اقول لك كمان المجر كانت بتلعب بدون اهم يعني كانوا بيلعبوا من غير كريستيانو رونالدو بتاعهم سوبوسلاي النجم الشاب الصاعد يعني في صفوف منتخب المجر، اللي كان عليه خناقه كبيره في الصيف اللي فات من انديه كتير على راسهم ريال مدريد، واعتقد ان شاء الله ان هو بعد يعني ما يخف من اصابته هيكون متواجد في نادي كبير. ده كان قيمه هجوميه مهمه جدا، اعتقد لو المجر كان معاهم هذا اللاعب في مباراه مثلا زي مباراه البرتغال او المانيا او فرنسا كان ممكن جدا شكل عدد النقاط بتاعهم يتغير، وممكن كان ممكن جدا يتاهلوا في مفاجاه عن المجموعه، لكن في الاخر هم قدموا بطوله عظيمه. طيب انا عايز ابتدي معاك بالصحافه ردود الافعال. طبعا احنا مواجهه امبارح انتهت، وعندنا مواجهه النهارده بين انجلترا والدنمارك. انا مع انجلترا النهارده، مش يعني ما اقدرش بصراحه. بص يعني هو النهائي هيبقى لذيذ، انجلترا ايطاليا حلو، انجلترا ايطاليا حلو، انجلترا ايطاليا كلاسيكي يعني حاجه قويه. طب خلينا نشوف الصحافه قالت ايه على ماتش امبارح، سواء خروج اسبانيا او تاهل ايطاليا. ونبتدي طب نبتدي لجازيتا ديلو سبورت، بتقول فيستا احتفال مهرجان ايطاليا وصلت. طب نبتدي من اليمين من الماركه الاسبانيه، ماركه كونونور يعني مع الشرف. طبعا المنتخب الاسباني خلينا نبقى متفقين برضو عشان نديله حقه دكتور وليد، تصاعد المباراه حتى رغم انه اتاخر بهدف، لكن منتخب قوي، منتخب متمكن، قدر يسيطر على المباراه، بيلعب منتخب من افضل منتخبات اوروبا، وقدر يرجع في المباراه، لكن ضربات الترجيح طبعا يعني هي اللي رجحت فرص ايطاليا في الوصول للنهائي. الى انقضاء المباراه النهائيه ونعرف مين البطل، بالنسبه لي لويس انريكي هو افضل مدرب في البطوله لحد دلوقتي، افضل مدرب قدم كره قدم. طيب نروح لسبورت الاسبانيه برضو، انخوستو ادياس يعني وداع غير عادل، اعتقد كده يعني الناس بتاعت اسبانيا سامعني يعني الاسباني بتاعي على قده، بس انخوستو ادياس يعني وداع غير عادل، هم شايفين ان هم اتظلموا بعدم التاهل لنهائي بطولة اليورو. هم كانوا الطرف الافضل، لكن يعني امتى مش دايما الطرف الافضل هو اللي بيفوز، وفي تفاصيل صغيره في الاخر، الاحتكام لركلات الترجيح، قدرتك ان انت تخرج متعادل. ما دي برضو نقطه في صالحك. لاجازيتا ديل سبورت، فيستا احتفال مهرجان ايطاليا في ملعب ويمبلي في نهائي بطولة اليورو. طبعا كان يعني من زمان ايطاليا طبعا اعتقد انه انسيني هنا حاطط صوره سبيناتزولا، صح؟ طبعا سبيناتزولا اللي ودع البطوله بسبب الاصابه. طبعا سبيناتزولا غيابه كان مؤثر جدا جدا. هو فلورينزي بس سبيناتزولا لانه هو محور اداء روبرتو مانشيني.
مانشيني، فغيابه فعلا كان مؤثر على منتخب ايطاليا وقد يكون احد اسباب يعني تفوق الاسبان في المباراه طولا وعرضا. توتو سبورت تشي ليوني او كي ليوني الاسود الايطاليه. طبعا ما يعني هم الحقيقه لعبوا مباراه عملوا ما كانش حاجه ما كانتش متوقعه في ايطاليا نفسها دكتور وليد. هم قعدوا يلعبوا تيكي تاكا من اول مباراه لحد دور الثمانيه، اول ما جم قدام بتوع التيكي تاكا راحوا راجعين بقى لايطاليا، عارف ايطاليا الخمسينات والثمانينات، ايطاليا 82 صحيح. طبعا عندنا العنوان الاخير طبعا صوره نجم هاري كين في سبورت، لقد جعلتمونا فخورين ورسمتوا البسمه على وجوهنا وخليتونا نحلم انجلترا، حان الوقت لكي ناخذ الخطوه الاخيره. هم لانهم بقى لهم بطولتين دلوقتي ده ثالث، بس قبل في البطوله دي محدش ضامن حاجه دلوقتي. لا مفيش حاجه مضمونه، وخلي يعني بالك الدنمارك فكره في الكره دايما كده قصص ملهمه، قصص اسطوريه زي قصه الدنمارك نفسها في 92 دي قصه ملهمه، قصه اليونان في 2004 دي قصه ملهمه، في حتى البرتغال البطوله اللي فاتت وصعودها من النفق الضيق وبعدين تكسب البطوله قدام فرنسا على ارضها قصه ملهمه. فقد يكون قصه إريكسون في البدايه وخساره مباراتين دي هتبقى اقوى مفاجات البطوله، دي هتبقى بص دي حكايه هنفضل نحكيها بقى واجيال بعدنا هتفضل تحكيها سنين طويله جدا لو الدنمارك قدرت. وانجلترا بقى تريحنا وما تنافسش ما تصدعناش بقى بعد كده يعني التشكيله دي يعني وعلى ملعبهم في ويمبلي وما ياخدوش البطوله تبقى. امبارح بيسالوا كاسبر شمايكل في المؤتمر الصحفي، الصحفي بيساله هل انت مقتنع ان اتس كامينج هوم هترجع فعلا كره القدم لبيتها؟ قال لهم هي من امتى راحت بيتها اصلا؟ انتوا كسبتوا البطوله امتى قبل كده عشان ترجع لكم؟ وكاسبر شمايكل بيلعب في ليستر سيتي يعني يعني الموسم الجاي الصحافه الانجليزيه لو النهارده الدنمارك فازت كاسبر شمايكل هيكون ضيف شرف في كل اسبوع. بس انت تتمناها انجلترا ايطاليا؟ اتمناها طبعا، انا الدنمارك كلنا متعاطفين معاها ولو صعدت مش هنزعل، لكن انا اتمناها علشان نهائي يبقى برضه نهائي كلاسيكي تاريخي حاجه كده من منتخبين بريح الزمان يعني. الحظ سريعا جدا، الحظ خدم ايطاليا في خروج الكبار يعني سويسرا تخرج، فرنسا، المانيا تخرج، البرتغال تخرج، هولندا تخرج، كل دول ما اصطدمش بيهم يعني. الفريق الوحيد القوي اللي اصطدم بيه منتخب ايطاليا كان منتخب اسبانيا. لا وبلجيكا. لا وبلجيكا طبعا وبلجيكا اصعب طريق، بس بلجيكا كانت في ظروف استثنائيه. شوف انت قيس كل قيس الاربع فرق اللي صعدوا السيمي فاينل، لا طريق ايطاليا كان الاصعب، بلجيكا ثم اسبانيا هو الاصعب. انجلترا لعبت اوكرانيا والمانيا مباراه واحده ثقيله، اسبانيا لعبت سويسرا وكرواتيا نعتبر كرواتيا مباراه ثقيله، لكن الدنمارك لعبت ويلز ولعبت التشيك ما لعبتش مباراه ثقيله، فلا طريق ايطاليا كان الاصعب. ساوث جيت حقق المستحيل او اللي بلاش مستحيل اللي ما كانش متوقع منه، اللي ما كانش متوقع وهو النهارده الثالث بطوله زي ما بقول لك بيوصل لسيمي فاينل، وصل سيمي فاينل كاس عالم وخد مركز رابع، وكان في سيمي فاينل دوري الامم الاوروبيه، وانا يعني كان ليا الحظ واتفرجت على انجلترا من ارض الملعب، والحقيقه فريق كان محترم جدا، وانت توقعت ان هم يسيروا على نفس النهج في اليورو، والنهارده بيلعب كمان سيمي فاينال اليورو، لا مسيره محترمه جدا لانه انتشى المنتخب انجلترا من تراجع كبير جدا كان عليه. طيب هنكمل كلامنا عن ماتش النهارده وعن البطوله اللي بتقرب من الامتار الاخيره، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع على طول. As a country experience something. شهدت بلادنا حدثا صادما بعد سقوط إريكسون، ولا شك في أنه قرب بين أفراد الشعب، ولقينا مساندة من البلاد لم يسبق لها مثيل في مشواري بل وفي حياتي، وربما لن أشهد مثلها مرة أخرى. وتبين هذه المساندة ما بوسع كرة القدم أن تفعله، وتبين سبب اختيارنا المشاركة في رياضة جماعية. فعندما يعيش أحد أفراد المنتخب لحظة صعبة يجد كل زملائه بجانبه، أعتقد أن هذا سبب إحساسنا بحب الجميع لنا وخاصة من بلادنا. وعن المنتخب الإنجليزي، التوقعات والتطلعات دائما كبيرة عندما يضم منتخبك مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين مثل المنتخب الإنجليزي. إنها بلاد تعشق كرة القدم وتريد الانتصارات، لكنني لا أتخيل أن تطلعات الجماهير ستؤثر على هذا المنتخب، فهو منتخب محترف. بعيدا عن المفاجأة، أنا الحقيقة بيتهيألي إنه منتخب الدنمارك بيقدم درسين يسووا كتير جدا. الدرس الأول إزاي تحول المحنة إلى منحة،
يعني اعتقد انه المعاناه الشديده جدا اللي عاناها الدنماركيين نفسهم كلاعبين وكشعب وكدوله، والصدمه اللي يمكن تعاطف معاهم العالم بسببها في اصابه كريستيان اريكسن في بدايه البطوله كانت امتحان شديد جدا، اعتقد كان واحد من الدوافع اللي وصلتهم لغايه المرحله دي. النقطه الثانيه الحقيقه كمان المهمه جدا نفهمها في كره القدم، ازاي الاحساس بالمسانده والدعم، وده اللي اتكلم عليه كاسبر شمايكل دلوقتي، ازاي الاحساس بالمسانده والدعم ممكن تدوب كل الفوارق. انا لو نزلت الشارع النهارده انا ودكتور وليد سالنا الناس تعرفوا مين من نجوم المنتخب الدنماركي، الى يعني لو قالوا لك كريستيان اريكسن وكاسبر شمايكل يبقى كتر خيرهم جدا. قارن ده بكوكبه بكتيبه النجوم اللي موجوده في منتخبات زي البرتغال وفرنسا واسبانيا والمانيا، منتخبات صيفت بدري بدري، تجد انه الحاله دي الروح دي سببها والنتيجه اللي وصلوا لها دي سببها حاله الدعم الكبيره جدا اللي وصلت لهم بشكل مباشر من كل اطياف الشعب الدنماركي. اعتقد انها نموذجين ودرسين مهمين جدا يا دكتور وليد في كرة القدم. اتفق معاك جدا طبعا، وزي ما بقول لك الاحداث اللي زي دي دايما بتكون كلها دروس، ومفيش بطولة كبرى بمستوى بطولة اليورو او بطولة كاس عالم الا طيب. وتلاقي فيها قصص ملهمة تقدر انت تستمد منها بعد جديد في حياتك انت شخصية صحيح. او في نظام الكورة عندك في بلدك او في ناديك او في مجتمعك. انا لسه لحد دلوقتي متذكر الخبر اللي كان قبل مباراة الدنمارك وبلجيكا ورفض لاعبي الدنمارك ان هم يتمرنوا التمرينة الاساسية على ملعبهم في كوبنهاجن علشان ما يفتكروش قبل ماتش بلجيكا التاني علشان ما يفتكروش لحظة السقوط بتاعت اريكسون، وكان ساعتها لسه اريكسون في المستشفى وكان لسه يعني تحت العناية، وما كانوش عايزين يتذكروا هذه اللحظة ورفضوا تماما ان هم يتمرنوا على الملعب ونزلوا المباراة بدون التدريب الرئيسي بتاعهم. فتخيل من ده، من هذه الحالة ومن هزيمة قدام فنلندا في الافتتاح ثم هزيمة قدام بلجيكا ثم صعود بشق الأنفس، سبحان الله يصعدوا بثلاث نقاط فنتائج المجموعة تخدمهم فيصعدوا مركز تاني، فيلعبوا مباراة سهلة نسبيا قدام ويلز فيصعدوا، ما يواجهوش لا فرنسا ولا إيطاليا ولا ألمانيا ولا إسبانيا، يواجهوا التشيك في دور الثمانية ويقدروا يتفوقوا ويكملوا. والنهاردة بيلعبوا سيمي فاينل بعد ما كان الكل بيتوقع أنهم يخرجوا من الدور الأول. قصة ملهمة زي ما أنت قلت، قصة إزاي تحول المنحة والأزمة والابتلاء إلى نجاح بالإصرار بالإصرار والعمل. الناس دي ما عادتش مجرد إنها تدعي ربنا وتقول يا رب نكسب وبيكسبوا، لأ في مدرب بيشتغل وفي لعيبة بتكافح في أرض الملعب وفي حالة وفي روح وصلت لهذا، القدرة على إنك أنت تخلق الدافع طبعا مهم جدا على المستوى الفرد وعلى مستوى التيم طبعا، وتجدد الدوافع وتخلق الدوافع اللي تخليك تقدم أفضل ما عندك. بتهيألي الدنمارك واحدة من أهم اسباب تميزها في النسخه دي طبعا. وبعدين كمان في الصوره الاشهر دلوقتي في الميديا العالميه بقت صوره بيتر شمايكل الاب بقى من 29 سنه سنه 92، وكان جنبيه كاسبر شمايكل حاجه ممتعه كان ممتع. يعني يمكن شهره كاسبر شمايكل نفسه لانه ابن بيتر شمايكل مش لانه هو حارس كويس مش حارس وحش، حارس محترم جدا طبعا، لكن بدايه معرفتنا بيه انه ابن بيتر شمايكل. الصوره الاشهر دلوقتي كان لسه من 29 سنه كان لسه كاسبر شمايكل طفل صغير وكان جنبيه بيتر، وراجعين في الطياره بعد الفوز في السويد 92 بالتتويج، والصحافه بتتساءل هل يتكرر المشهد بقى يكون كاسبر هو اللي شايل الكاس وجنبيه الوالد. شمايكل تخصص يورو يعني اي حد من شمايكل هتقول يقف في جون الدنمارك تاخد اليورو. بمناسبه كلامك يمكن كان عن تصريحاته اللي بيسالوه فيها انه ان الاوان ان البطوله ترجع لبيتها على اساس ان يعني انجلترا هي بيت كره القدم او مهد كره القدم، وقال لهم هي اساسا عمرها ما كانت في بيتها. ده يمكن تصريح لفت انظار العالم كله في المؤتمر الصحفي في على هامش اليورو. طب خلينا نشوف الصور كده نعرضها على مشاهدينا. لا يمكن بيسال يعني ردا على سؤال ما اعرفش هل انتوا فزتم بيها قبل كده، ما يعني قبل كده وهل جاءت اصلا من قبل بيتها. طبعا الكلام على اليورو، هم يقصدوا انه فازوا قبل كده بكاس العالم 66 وان هم اللي اخترعوا كره القدم فعايزين البطولات ترجع للمخترعين. فقال لهم يا جماعه ما وصلتكوش البيت اساسا. بس خد بالك ده رد مستفز جدا، ممكن يبقى مستفز للانجليز جدا. هو الفكره ان ده سؤال انجليزي وهو بيلعب في ليستر سيتي في الدوري الانجليزي فتاكد ان لو كاسبر كسب النهارده وكمل وخرج انجلترا تاكد انه هيكون يعني زبون الصحافه الانجليزيه السيزون الجاي كله. فهو دي مخاطره
عدلهم وشجاعة يعني يحترم عليه طبعا. بيقول له انت اللي في بيتنا بقى. هو يمكن الصحفي حتى بيقول له 66 فهو رد عليهم وقال لهم طبعا لا دي ما كانتش اليورو دي كانت كاس العالم. بمناسبه الكلام انا عايز طبعا انا بيتهيالي انه مانسيني في البطوله دي روبرتو مانسيني المدير الفني لايطاليا فكرني بحاله الجوهري في 98 لو تفتكر البطوله وهو رايح وركينا فاسو وما كانش هو شخصيا كان بيقول احنا ما ترهنوش على حاجه احنا الاشهر المركز ال 13 كلنا حافظين ورحنا يعني كانت بطوله ولا اجمل بصراحه طبعًا. حازم وحسام وعبد الستار وعماره وياسر البطوله دي ادت للمجتهدين يا استاذ احمد المدربين الاربعه اللي اشتغلوا خلينا نقول ثلاثه تحديدا اللي كان عندهم مشروع وبروجكت انا يعني كنت بقرا عن بدايات ساوث جيت مع المنتخب الانجليزي وهو بدا بمراحل بمنتخب 21 وصعد لحد ما مسك المنتخب الاول والمشروع اللي كان عمله الاتحاد الانجليزي والمسؤولين عن الكره في انجلترا مشروع الدي ان اي اللي هو احنا عايزين يبقى لنا هويه احنا مهد كره القدم لكن طول عمرنا ما لناش هويه ما حد ايطاليا ليها هويه في الكوره اسبانيا ليها هويه المانيا ليها هويه هولندا ليها هويه هولندا ليها هويه لكن دايما انجلترا على مدار سنين ما تقدرش لو انت مش عارف ان ده المنتخب الانجليزي بخلاف زمان بقى الكره العاليه والكلام ده لكن بتكلم في العصر ما تقدرش تقول لا ده منتخب انجلترا شويه تلاقيهم يلعبوا كوره على الارض وشويه بتلاقيهم في شويه مهارات وشويه في تلاقي شويه يعتمدوا على مواهب زي مثلا جاسكاين مايكل اون ديفيد بيكهام بعد كده ديفيد بيكهام طبعا ففكره هذا المشروع اللي اشتغلوا عليه ونجحوا فيه بمنتخبات الناشئين اللي بداوا يكسبوا بيها بطولات اوروبا وكاس عالم وصلت النهارده بهذا المشروع ان هم يحققوا نجاح على مستوى الفريق الاول نجاح دائم مستمر مش وليد اللحظه ولا بالصدفه لان زي ما كنا بنتكلم سيمي فاينل كاس عالم بس سيمي فاينل دوري امم لساوث جيت انه ده مشروع اتحاد او مشروع وطني احسب لساوث جيت انه معاه قماشه محترمه جدا من اللاعبين لكن مانسيني الامر مختلف خليني قبل ما نتكلم على تجربه مانسيني مع ايطاليا نروح نشوف قال ايه بعد طبعا تخطي عقبه الماتادولا الاسباني والوصول للمرحله النهائيه الخطوه النهائيه اللي بتفصله عن تحقيق اللقب نشوف روبرتو مانسيني المدير الفني لمنتخب ايطاليا قال ايه بعد وصول للمباراه النهائيه أقول أولا وقبل كل شيء يسعدني أن أساهم في تقديم ليلة ترفيهية رائعة للشعب الإيطالي ولا تزال لدينا مباراة في البطولة ونريد تحقيق نتيجة مثل هذه إذا كان ذلك ممكنا وكنا على دراية بأنها ستكون مباراة صعبة جدا لأن المنتخب الإسباني هو أفضل منتخب من ناحية الهيمنة على حيازة الكرة وسبب لنا متاعب جمة وأجبرنا على الصمود والمثابرة عندما احتجنا لذلك وحاولنا تسجيل الأهداف أو تهيئة الفرص عندما أتيحت لنا الفرصة كانت مباراة مفتوحة جدا وواجهنا فيها بعض المتاعب لأننا لم نهيمن على حيازة الكرة وأردنا التأهل للنهائي ووصلنا الجهود لأجل تحقيق ذلك إلى النهاية وركلات الجزاء الترجيحية هي مثل اليانصيب لكنني أريد الإشادة بالمنتخب الإسباني إنه منتخب رائع وأود القول إننا سعيدون بكل ذلك وأريد شكر اللاعبين لأنهم آمنوا من أول يوم أن بمقدورهم تحقيق أداء مذهل مثل هذا ولم ننجز المهمة بعد لا تزال أمامنا خطوة وعلينا الراحة والاستجمام لأنها كانت مباراة مرهقة وقلت قبل المباراة إنها قد تكون أصعب مباراة نخوضها في هذه البطولة لأنك عندما تخوض مباراتك السادسة في مثل هذا التعاقب السريع وكل هذا السفر من جهة إلى أخرى فإن ذلك سيكون مرهقا وعانينا من مسألة حيازة الكرة أمام إسبانيا كلام محترم من مدير فني محترم صاحب تجربة وصاحب فكر وقدر يستعيد بكتيبة إيطاليا هيبة المنتخب الإيطالي اللي فقدها من زمن طويل دي طبعا فرحة الجماهير دكتور وليد في إيطاليا امبارح طبعا مجانين كورة يعني طبعا طليان في بعض الشعوب عندهم الكورة مهمة وحلوة وجميلة بس جنب حاجات تانية لكن إيطاليا الكورة هي كل حاجة في حياتهم محور حياتهم هي كرة القدم يمكن مجانين حتى أكتر مننا كمصريين عندنا شوية عقل شوية في التعامل مع الكورة هناك في إيطاليا الموضوع فعلا يفوق الخيال فأكيد كان الفرحة عارمة طبعا في كل حتة في إيطاليا رأيك في كلام مانشيني سريعا كده أنا بيعجبني بصوص ناس كلاس كده يعني أوي. التصريحات أنت تقعد تحترم أو مش تستمتع باحترامهم باستثناء بعض اللغة والتعامل مع الخصم في رقي وفي
وضوح، وفي الراجل لا بيجد ولا يقول احنا كسرنا الدنيا النهارده واستحوذنا وفوز مستحق. الراجل مدح وقال فعلا استحوذوا على الكوره وعملوا لنا متاب ومنتخب كان يستحق ومنتخب رائع واحنا تمسكنا بأملنا وتمسكنا بحظوظنا. فاذا الراجل بيتكلم بواقعيه، وحتى تصريحات انريكي كمان الحقيقه كانت تصريحات محترمه. طب بمناسبه تصريحات انريكي تعال نشوفها ونسمعها ونرجع بقى نفتح ملف انجلترا والدنمارك النهارده. هذه ليست ليلة حزينة لي، لا مطلقة، وأشعر بالطبع بقليل من الإحباط، لكن هذه حالة صفوة كرة القدم، ويجب علينا أن نتقبل النصر والهزيمة. وأسعدنا الفوز بركلات الترجيح في ربع نهائي أمام سويسرا، ولا يجب علينا اليأس الآن، وعلينا فقط تهنئة الخصوم، وعلينا دائما التفكير في الحاضر وأن يكون منتخبنا منافسا. وقلت من البداية إن منتخبنا واحد من ثمانية منتخبات بوسعها الفوز باللقب، ولا أعتقد أنني كنت مخطئا في ذلك. وسنعود الآن إلى بلادنا بإدراك أننا نافسنا وكنا أحد أفضل المنتخبات في هذه البطولة. لا أعتقد أن لاعبا في الثمانية عشر ربيعة قدم أداء مشابها لأداء بدري في بطولة كبيرة، سواء في بطولة أمم أوروبا أو في كأس العالم أو الأولمبياد، ولم أرى مطلقا مثل هذا الأداء وطريقة التعامل مع مسار المباراة وطريقة العثور على مساحات للحركة. من الكبار بيتهيألي في ظني يعني الوحيد اللي خرج من البطولة من الباب الكبير هو منتخب أسبانيا. يعني فرنسا مع كامل احترامي خرجت بسذاجة شديدة جدا قدام سويسرا، هولندا نفس الحكاية، بلجيكا وإن كانت أمام إيطاليا ولكنها كانت تستحق أنها توصل لأبعد من كده بكتيبة النجوم اللي عندها. ألمانيا لم تقدم العرض اللي يعني معروف عن الماكينات الألمانية. الخروج الكبير الوحيد كان منتخب اسبانيا. وهنا انا عايز اسالك يا دكتور وليد عن رايك في انه منتخب اسبانيا منتخب بيغير جلده، بيجدد دمه، ازاي قادر يحافظ على نفس الطبع، نفس الستايل، نفس القوه؟ منتخب ما تحسش انه فقد كتير من نجومه على مدار السنوات الاخيره، رغم انه بيقدم كتير من اللعيبه الشباب، منهم سته هيشاركوا مع المنتخب الاولمبي، منهم اصغر لاعب في تاريخ البطوله بيشارك مع اسبانيا بيدري. طبعا هو بمناسبه يعني نهايه كلامك انا هجاوبك على السؤال، بس يعني انريكي رعب لانه حط لنا ست لعيبه والست لعيبه يعني افظع من بعض، من صحيح. اول الحارس يوناي سايمون هيلعب قدام منتخب مصر، أيوه. ايري جارسيا وباو توريس الاثنين قلوب الدفاع بتوع منتخب اسبانيا اللي هيلعبنا، بدري اللي اكرم توفيق هيلعب عليه في وسط الملعب، فده قلوب طبعا فلازم يشد حيله شويه، اولمو واوير زافال اولمو هايل بصراحه، هو طبعا بص كان افضل لاعب طبعا بدري عظيم، بس اولمو الحقيقه يعني تالق في مباراه ايطاليا، فالحقيقه منتخب مرعب، وكمان معاهم اسينسيو ومعاهم سيبايوس كمان، يعني لا منتخب مرعب جدا، وربنا يكون في عون منتخب مصر ان شاء الله نعمل مباراه والله مباراه عظيمه. والله انا واثق، والله انا حاسس انه رجالتنا لا يقلوا الحقيقه، واحنا بنعلى مع المباريات الكبيره، يعني كل ما بيكون المستوى قدامك عالي كل ده ما بيستفز. وبعدين ما احنا لعبنا مع البرازيل هنا طبعا وعملنا مباراه عظيمه جدا محترمه جدا، وابطال افريقيا يعني ما بنخافش من حد ان شاء الله. صح انا معاك في الموضوع ده. ارجع لسؤالك، لان انريكي كان ليه تصريح شهير جدا لما سالوه القايمه ومش القايمه واختياراتك، وقال لهم انا مش بختار افضل 22 او 23 لاعب في اسبانيا يمثلوا المنتخب الاسباني، انا بختار افضل 23 لاعب ينفذوا طريقتي. تمام، ايه طريقته؟ راجل عنده فلسفه اللي هي فلسفه الاستحواذ او التيكي تاكا الاشهر، يعني الاستحواذ واستخلاص الكوره، وهذه المنظومه اللي هو صنعها ليها اوراق معينه تقدر تنفذها، بعيدا عن حتى لعيب ريال مدريد وسيرجيو راموس، لعيب زي اسباس مثلا ما كانش موجود، كاناليس ما كانش موجود في القائمه، بعض الاسماء اللي كانت متالقه السيزون ده في الدوري الاسباني اللعيبه الاسبان مش موجودين في القائمه. ليه؟ لان هم ما نفذوش او ما يقدروش ينفذوا افكاره، وبالفعل افكاره اثبتت نجاحها، وهو كان افضل فريق في كل حاجه. انت لو جيت تبص على الاحصائيات، في كل الاحصائيات الهجوميه اسبانيا هي المتسيده، كل احصائيات طبعا الاستحواذ اسبانيا، صناعه الفرص اسبانيا، الاهداف المتوقعه اسبانيا، كل حاجه في الكوره ممتعه. امبارح اقول لك بسرعه كده، استحواذ ايطاليا 31 اسبانيا 69، التمريرات الضعف تقريبا 982 تمريره لاسبانيا بدقه تمرير 90% في مقابل 431 ايطاليا بدقه تمرير 76%. ارقام يعني ارقام سيطره كامله وفنيات موضحه الارقام. أيوة. احيانا الارقام بتكون خادعه، لا المباراه كانت فعلا
يتسيدها منتخب مش بس مباراه ايطاليا، من اول مباراه السويد اللي ايطاليا اللي اسبانيا تعادلت فيها ومباراه بولندا ولحد مباراه ايطاليا، الحقيقه منتخب اسبانيا هو افضل فريق قدم كوره في البطوله. أرقام. خلينا نكون كارقام وكاداء فني كاداء. فطبعا تجربه محترمه جدا. طيب نروح ندي بقى مساحه شويه لانجلترا والدنمارك. النهارده طبعا انت شايف ان الدنمارك كفتها ارجح. مش ارجح لا طبعا. لا انجلترا يعني بتلعب قدام 60,000، عايزين ايه بقى؟ يعني ويمبلي و60,000 وهاري كين فايق ورحيم ستيرلينج اللي كان ميت طول السيزون فايق وكل حاجه حلوه وهاري ماجواير فايق. ده لوك شو نجم الفريق يعني من نجوم الفريق. عندهم لاول مره اشوف في منتخب زي يعني دايما بيبقى فيه لعيب اثنين، تلاقي ورا مثلا ريو فيرديناند قدام شيرر، تلاقي ديفيد بيكهام، تلاقي مع مايكل، يعني تلاقي اثنين لعيبه منورين قوي والباقي ما تحسش انه منتخب تقيل. لكن الحقيقه ساوث جيت عنده تشكيله لاول مره تحتار برضو تبتدي مين طبعًا كتير من طبعًا اللاعبين المحترمين. نشوف الارقام بتاعه المنتخبات نبتدي بيها. يلا بينا. ده مشوار نبتدي مع حضراتكم بمشوار الفرقتين خلال بطوله اليورو 2020. طبعا كل فريق لعب 5 مباريات بدايه من الدور الاول ولحد دور الثمانيه. انجلترا فازت في 4 والدنمارك فازت في 3. التعادل انجلترا تعادلت مباراه واحده والدنمارك ما تعادلتش ولا مباراه. انجلترا ما اتهزمتش وما دخلش في مرماها اي اهداف زي ما هنشوف، لكن الدنمارك اتهزمت اول مباراتين طبعا فنلندا وبلجيكا. انجلترا احرزت 8 اهداف والدنمارك هجومها اقوى ب 11 هدف، لكن انجلترا الفريق الوحيد الذي لم يستقبل اي هدف. طبعا هذا الفريق الوحيد في البطوله في مقابل 5 اهداف استقبلتها الدنمارك. الارقام دي بتقول طبعا انه هجوم الدنمارك هيواجه النهارده صعوبه شديده جدا في مع دفاعات انجلترا، وده يخلينا نقول انه اغلب الظن يعني هتبقى مباراه دفاعيه من ناحيه الدنمارك وهجوميه من ناحيه انجلترا، ولا متوقع انها تبقى شوف هجوم الدنمارك حلو. انا بس هعمل معاك هعمل لك اختبار على الهواء. يلا. الدنمارك عملت 90 محاوله هجوميه في البطوله لحد دلوقتي. قول لي انت كده تتوقع انجلترا عملت كم محاوله؟ هذا الفريق اللي احرز 8 اهداف. يعني اعتقد انه رقم اكيد يزيد عن 90 محاوله هجوميه. تخيل 37. لا والله 37، يعني شوف نسبه النجاح بتاعتهم عامله ازاي. 37 محاوله بمعدل 7 هجمات بس في كل مباراه. بس ده يؤكد انه فعاليه الهجوم الانجليزي اقوى من هي دي. ساوث جيت او منتخب انجلترا ما بيروحش للمرمى الا وبيعمل هجمه خطيره وبيحاول يحرز منها هدف. من 37 احرزوا 8، الدنمارك من 90 احرزوا 11. تمام. يعني نسبه تقريبا 10% او اقل من 10 او 11% في الدنمارك ترتفع ل 25% في المنتخب الانجليزي. انت كدنمارك لو عايز تكسب انجلترا ما تخليهاش اصلا توصل لمرمك، لان مجرد ما توصل رحيم ستيرلينج وهاري كين وميسون ماونت لو موجود او ساكا لو موجود هيتكفلوا ان هم يهزوا شباكك اكيد. فدايما خلي الحرب انت كهولمان بقى المدير الفني الدنمارك، خلي الحرب دايما في وسط الملعب اللي هو انت ابعد هجوم انجلترا عنك. هي دي بقى الافكار اللي هنشوفها النهارده في ارض الملعب. هل فعلا الدنمارك هتقدر تبعد هجوم انجلترا عن مناطق الخطوره عن الثلث الاخير ولا لا؟ هو ده اللغز اللي هيدور حواليه المباراه النهارده. تفتكر ساوث جيت يبص المباراه ازاي والتشكيل والطريقه اللي ممكن يلجا فيها في مواجهه الدنمارك؟ انا بيتهيألي انه فكره انك تلعب على ارضك وسط جمهورك بالنسبه للمدير الفني دي عامل ضغط طبعا. ده معناه ان مش مسموح لك انك انت ما توصلش المباراه النهائيه، وان المقصده موجوده بره باب الاستاد لو 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 انجلترا خسرت المباراه. هو لعب المباريات الاولى في الدور الاول على ارضه، لكن كان في حضور حوالي 22,000. تلعب على كام؟ ميونخ تقريبا. لعب مباراه واحده في ميونخ اللي هي المباراه الاقصائيه، لكن الدور الاول لعبه كله في ويمبلي. في حضور ضعيف حوالي 25% النهارده. هيلعب قدام 60,000 للمره، يمكن اول مره في زمن كورونا انجلترا تلعب قدام 60,000. فدي بالنسبه له هتبقى طبعا قد تكون عامل ضغط ايجابي وقد يكون عامل ضغط سلبي طبعا، بس هم اصحاب خبرات يعني. هاري كين وستيرلينج وماجواير وهندرسون وماونت وكل اللعيبه دي اكيد مش هيبقى عندهم فكره تاثر سلبي، لكن بالنسبه للطريقه مؤكد هو بيلعب بطريقته الطبيعيه. اهم اوراق عنده الاثنين اللي في قلب وسط الملعب واللي طبعا متالق فيهم قوي قوي فيليبس اللي مقدم، ورايس طبعا الاثنين الثنائي، لكن فيليبس هو احد اكتشافات هذه البطوله. هاري ماجواير مقدم بطوله عظيمه جدا طبعا، الدفاع اللي ما دخلش فيه ولا هدف طبعا. حتى بيكفورد اللي كان شهير انه بيرتكب اخطاء
البطوله دي بلا اخطاء لبيكفورد. لوك شو مقدم بطوله عظيمه، وطبعا رحيم ستيرلينج هو النجم الاول مع هاري كين. هسيب القاره كلها والبطوله واروح تحت شويه عند امريكا الجنوبيه، بطوله يمكن اتظلمت اعلاميا بحكم غياب الجماهير، بحكم انها في نفس توقيت اليورو، لكن عندي كلاسيكو برضو يعني واحد من السوبر كلاسيكو مش اي كلاسيكو الارض، ارجنتين برازيل، نيمار ميسي طبعا. مواجهه من العيال الثقيله، بتهيألي لو انجلترا وصلت، انجلترا ايطاليا برازيل ارجنتين، الكسبان من هنا يلعب الكسبان من هنا، ونلغي كاس العالم ولا ايه يعني؟ فاضل ايه تاني؟ لا والماتشين هيبقوا فيهم واحد يعني، صحيح. حاجه عظيمه. طب تعالى نشوف الاول، تقرا لنا كده في اهم نجمين على سطح امريكا الجنوبيه، ميسي ونيمار. طبعا اصدقاء الامس خصوم اليوم. انا شفت شوط بس بعد ما طلعنا الارقام هقول لك عليه دلوقتي. طبعا ميسي لعب 6 مباريات في الكوبا كل المباريات، نيمار لعب 5 مباريات. ميسي احرز 4 اهداف، هو الهداف، نيمار احرز 2، ميسي صنع 5، هو اكثر من صنع في الكوبا ايضا، بطوله عظيمه بيقدمها ميسي الحقيقه. ونيمار صنع 3 اهداف، 19 فرصة صنعها ميسي لزملائه في مقابل 15 فرصة صنعها نيمار لزملائه، ده برضو رقم مميز لنيمار، لكن ده المعتاد من ميسي. التصويبات، ميسي صوب 24 منهم 10 بين القائمين والعارضة، في المقابل نيمار صوب 20 منهم 7 بين القائمين والعارضة، ومعدل المراوغات طبعا كالعادة في صالح ليونيل ميسي، حاول يراوغ 61 مرة، نجح في 43 بنسبة نجاح 70%، ودي نسبة عالية جدا طبعا في مقابل سنه كمان. طبعا طبعا ومع العنف، انت شفت امبارح مباراه كولومبيا والنهارده الفجر بقى، الراجل طالع ورجليه مليانه دم يعني وبيلعب. لا هو ميسي الحقيقه بيتعامل مع الكوبا بالنسخه دي تعامل مختلف، وعشان كده انا منتظر ومترقب الفاينل. تمام. نيمار حاول يراوغ 81 مرة لكنه نجح في 49 بنسبة نجاح 60%. على الرغم من الصورة اللي موجودة في ورا حضرتك على الوول دي، صوره الضحكه بين الاثنين، وعلى الرغم ان هما كانوا زملاء الاثنين في البارسا طبعا، لكن يقال ان وجود ميسي كان واحد من اسباب رحيل نيمار عن البارسا. هو شبه مؤلف. ويمكن شفت فيديو من يومين كده، لقطه من اللقطات الثلاثه، المثلث الرعب يعني، سواريز مع ميسي مع نيمار في التمرين، وكانت اللقطه دي نيمار حاطط رجله على الكره وبيوطي عشان يربط رباط الجزمه، وميسي واقف حاطط ايده في جيبه، وسواريز واقف مدينا ظهره في الكادر، وبعدين نظره من ميسي لسواريز كده، هي كده اهو، راح سواريز شايط الكره من تحت رجل نيمار، فنيمار غضب جدا، ويبدو انه كان برده في حاجات بين السطور ما كانتش واصله للناس. قد يكون من ميسي هزار او افيه، بس لما انت بتكون مشحون من جواك ما بتتقبلش اي حاجه. هو يقال من خبايا يعني الصحافه الكتالونيه ان القاسمه، الضربه القاسمه اللي خلت نيمار يقرر خلاص انه يخرج من ظل ميسي زي ما الميديا الاسبانيه بتقول، ويروح يبني مجده الشخصي ويبحث عن بالون دور بقى في مكان يكون هو نجمه الاول والاوحد، هي مباراه الريمونتادا الشهيره ضد باريس سان جيرمان 6-1، واللي كان الحقيقه نيمار هو نجمها الاول بكل الاوجه، ومع ذلك اللي خد اللقطه واللي خد الصوره في الاخر هو ليونيل ميسي بحكم النجوميه وحكم الاسم. فنيمار حس انه مهما عمل في برشلونه هيتظل الاضواء منصبه على ليونيل ميسي وحيدا. قبل ما اسالك البرازيل ولا الارجنتين، اقرب من وجهه نظرك، هل تعتقد انه رحيل هو سونر اور ليتر يعني، حتى لو ما كانش الموسم ده ممكن يبقى الموسم القادم، هل رحيل ميسي عن البارسا يمهد الارض لعوده نيمار مره ثانيه لكاتالونيا؟ ما اعتقدش. لا ما اعتقدش ان نيمار خلاص هيرجع، اذا نيمار رجع هيرجع في وجود ميسي، لما يكون ميسي بيقول له تعالى نعمل ثاني هذا الماتش. في كلمه واحده دكتور وليد، البرازيل اقرب ولا الارجنتين؟ كفايه البرازيل خدت البطوله اللي فاتت بقى يعني، مش كل بطوله ميسي يحتاج لقب مع منتخب بلاد، وانا متعاطف معاك. اسعدتنا ونورتنا، ومبروك ليك يا دكتور وليد وصول ايطاليا. نحتفل مع بعض بالبطوله الايطاليه الاسبوع الجاي. في جزء متعاطف مع ايطاليا، ما اقدرش انكر. بشكر حضرتك على وجودك معانا، ونتقابل ان شاء الله باذن الله في السادسه الاسبوع الجاي. بشكر حضراتكم، كل التوفيق لرجالتنا بكره في مباراه المقاولين، ان شاء الله باذن الله يكون اداء راقي من النادي الاهلي زي ما عودنا في المباراه الاخيره، ونحسم ونضيف كمان 3 نقط لرصيدنا، ونطمن كمان على جاهزيه فرقتنا قبل ما نروح كمان 10 ايام في المغرب نلاعب كايزر تشيفز. بحيي كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله اشوفكم على كل خير مع بدايه الاسبوع اللي جاي في السادسه.